اليوم خفضت المباحثات بين معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين ونظيري السيد أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والسيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية. المباحثات تركزت حول الجوانب الاقتصادية وتعزيز السوق العربية المشتركة ضمن آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة. تم مراجعة جميع مذكرات التفاهم المبرمة بين هذه البلدان الثلاث، والمراجعة تم الاتفاق من بعدها على خطوات حثيثة لتنجيز البرامج المتوقعة فيما ما يتعلق بالمدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن، وكذلك ما يتعلق بمد خط النفط المرتبط من البصرة إلى العقبة، ثم التطرق إلى مشاريع التشييد والإسكان في مذكرة التفاهم مع جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والإعمار العراقية، كذلك الحديث عن توافقات أو بالحقيقة تفاهمات في الرؤى والمواقف حول تطورات الوضع إقليميا ودوليا، والتركيز بأولوية على ضرورة دعم الاستقرار في المنطقة ودعم العراق في أن يأخذ حيزا في مبادراته الجماعية لما ينعكس على أمنه واستقراره. الوزيران الأردني والمصري أكد دور العراق في نهضته وهو ينبعث من جديد بهذا الدور في نسق التفاعلات الإقليمية والدولية، وشهد للقوات المسلحة العراقية على اختلاف صنوفها وتشكيلاتها بأنها نجحت في تحقيق النصر المؤزر على عصابات داعش التكفيرية. نعم. والأولوية تنتقل الآن لمواجهة أيديولوجيا التطرف والتكفير. أبدأ الوزيران كل الدعم من خلال حكوماتهما إلى حكومة وشعب العراق في توطين الاستقرار وإعادة الإعمار، وجرى البحث معمقا في الاستعدادات التي لا تزال جارية على قدم وساق لعقد القمة على مستوى القادة قريبا جدا إن شاء الله في بغداد. أيضا حوارات على مستوى أمني شهدت الحوارات مع السادة الوزراء من خلال حضور السادة رؤساء أجهزة المخابرات في جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، توافقات على تبادل المعلومات التي تتصل بمحاربة التطرف والتكفير وفي مقدمتها عصابات داعش.